وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء مبارك متجدد معكم من برنامجكم دار السلام عنوان حلقة هذا الدرس التنعيم والتنعيم أدنى الحل إلى مكة من جهة طريق المدينة المنورة هذا من حيث الإجمال ثم نبدأ الآن في التفصيل نعلم أيها المباركون أن الله عز وجل عظم شأن مكة وحرمها جل ذكره يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها لأحد إلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وكان ذلك يوم الفتح كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا شرع الله للعباد أن يأتوا مكة للحج والعمرة والمراد الأول البيت قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق وقال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي نداء ودعاء الخليل عليه السلام المأثور أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه وهذا كله مما يعلم من دين الله عز وجل بالضرورة تعظيما لهذا البيت تعظيما لمكة شرع الله عز وجل على لسان نبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالمواقيت والمواقيت المراد بها هنا المواقيت المكانية لأن المواقيت تنقسم إلى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فإذا تحدثنا عن المواقيت الزمانية فإن العمرة لا زمن معين لها والمواقيت المكانية والمواقيت الزمانية بالنسبة للحج قال الله الحج أشهر معلومات وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف إلى كم يوم من ذي الحجة فيه والمراد الإلمام بالمواقيت الزمانية أما المواقيت المكانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل نجد قرن المنازل واختلف في ذات عرق وهي ميقات أهل العراق هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهم أم وقتها لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والناس اليوم يحرمون من هذه المواقيت الخمس إما منها عينا أو من شيء قريب منها كما هو ظاهر بين السنة في الحج والعمرة أو المشروع في الحج والعمرة أن يجمع الحاج أو المعتمر الحاج أو المعتمر وهذه مسألة مهمة نفيسة تفهم منها بعد ذلك ما يأتي بعدها لابد أن يجمع الإنسان في حجه ما بين الحل والحرم وأن يجمع الإنسان في عمرته ما بين الحج بين الحل والحرم يجمع ما بين الحل والحرم أنت الآن عندما تحرم مثلا من ذي الحليفة المعروفة الآن بأبار علي في المدينة لا ريب أن أبار علي حل فلما تحرم منها حتى لو عدت حرما يعني من جهة الحرم فأنت ستمضي من أبار علي إلى مكة هذه الطريق من أبار علي إلى مكة حل وأنت محرم من الجحفة إلى مكة وأنت محرم حل لكنك أنت محرم فأنت الآن مضيت بإحرامك على الحل عندما تحرم من الجحفة إلى مكة تحرم من قرن المنازل تحرم من يلملم تحرم من ذات عرق كل ذلك أنت الآن متلبس بالإحرام وتمضي في الحل ثم تدخل الحرم فتجمع ما بين الحل والحرم بإحرامك أي كنت في الحل ودخلت الحرم فلذلك شرع الله لنا المواقيت حتى نجمع ما بين الحل والحرم على هذا أهل مكة من أين يحرمون؟ إذا كانوا في الحج يحرمون من مكة فإن قلنا أين الحل؟ قلنا إنهم لزاما عليهم سيأتون عرفات إذ لا حج من غير الوقوف على عرفة والوقوف على عرفة عرفة حل فيكون الحاج المكي قد جمع ما بين الحل والحرم قد جمع ما بين الحل والحرم أما في العمرة فإن أهل مكة يحرمون من الحل لماذا قلنا يحرمون من الحل؟ لأنه لا يوجد من أركان العمرة أن يذهبوا إلى عرفة وإنما يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة وهذان الصفا والمروة والبيت كلاهما حرم معلوم ذلك أنهما كلاهما من الحرم
فلو قلنا إن الحج إن المعتمر المكي يحرم من بيته كما يحرم من الحج لما أصبح له أن يخرج إلى الحل، فلا بد له أن يخرج من الحل، هذا أصل المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 9 وحج قارنا وحج أزواجه معه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم حججن معه 9. لما حججن معه أم المؤمنين عائشة أصابها دم الحيض قبل أن تطوف بالبيت فبقيت على عمرتها، فلما فرغت من الحج في اليوم 13 بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات 3 قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها ترغب في العمرة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها إلى التنعيم إلى أدنى الحل. التنعيم واد على يمينه جبل يقال له ناعم، وعلى يساره شماله جبل يقال له نعيم. سمي الوادي بالتنعيم لأن جبلا على اليمين يقال له ناعم وجبل على اليسار يقال له نعيم، فعرف الوادي بالتنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة يعني أقرب حل إلى مكة، عرفات من الحل لكنها أبعد من التنعيم، أبعد من التنعيم. الجعرانة كما سيأتي من الحل لكنها أبعد من التنعيم. ثم إن التنعيم آت في طريق المدينة، آت في طريق المدينة. ذهب عبد الرحمن بن أبي بكر وأخذ أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى التنعيم، أحرمت من التنعيم ثم طافت بالبيت وسعت وقصرت فأفرغت من عمرتها، والتقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم 14، صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الفجر، وكان قبل ذلك أي قبل أن يصلي بالناس صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام قد طاف طواف الوداع، فقفل عليه السلام تشرف به المهاد والنجاد راجعا إلى المدينة ومعه عائشة. وعائشة بذلك أخذت كم عمرة؟ عمرتين، عمرة أصلا هي قارنة مع حجها، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج. هذا مهم في التأصيل. أخذتها من أين؟ من التنعيم. إذن التنعيم حل يحرم منه أهل مكة، ويجوز لهم أن يحرمون من أي حل، لكن التنعيم لأن أم المؤمنين عائشة أحرمت منه. الجعرانة واد جهة الطائف، يقال الجعرانة بكسر العين وسكون الراء، ويقال الجعرانة بالتضعيف بالتشديد، بعضها لغة أهل العراق وبعضها لغة أهل الحجاز وليس هناك كبير فرق. والجعرانة لقب على امرأة اسمها ريطة بنت سعد كانت تسكن في تلك البقعة فعرفت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من غزوة حنين أحرم من الجعرانة لأن في جهة الطائف وهو قادم من الطائف، وطاف وسعى وعاد. بقي السؤال أيهما أفضل حلا للإحرام، التنعيم أم الجعرانة؟ يذهب المالكية قولا واحدا فيما أعلم على أن الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. وآخرون هو مذهب بعض العلماء يرى أن التنعيم أفضل، لأنهم يرون أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إنما وقع اتفاقا لأن جهة الطائف وقد كان في الطائف، ويرون أن التنعيم أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم. وقد يقول القائلون الأولون المالكية ومن وافقهم مجيبين قد يقولون كذلك التنعيم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأنه في طريق المدينة ولأنه أقرب الحل ولحاجته أن عائشة تفر سريعا من عمرتها، وهذا اعتذار جيد. قال الإمام أحمد فيما يروى عنه أن الحل كلما بعد كان أفضل، لا يقيده لا بالتنعيم ولا بالجعرانة، ويقول إن الأجر على قدر النصب والمشقة كما في الحديث، فكلما ابتعد المكي في الإحرام في الحل كان أكمل، هذا في رأي الإمام أحمد. والعلم عند الله أي الثلاثة أولى وأحرى، لكن المقصود بيان العلة التي من أجلها اختلف العلماء رحمهم الله من المالكية أو الأحناف أو الحنابلة في قول الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بيان الحل وأن المكي يحرم من الحل. نأتي الآن لقضية
تكرار العمرة. وقد قلت وأنا أمهد أن عائشة أم المؤمنين كانت قد أحرمت قبل تلك العمرة بوصفها حجة قارنة، والقران أن تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. أولا تكرار العمرة في العام، بمعنى أن الإنسان يعتمر في السنة الواحدة عمرتين فأكثر. كره بعض العلماء هذا، وينسب هذا إلى إما فقهاء معتبرين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يعتمرون في العام الواحد أكثر من عمره، ويقولون إن الحج لا يشرع في السنة إلا مرة واحدة، والعمرة قرينة الحج. وهذا القول ضعيف من حيث الاستدلال. لماذا ضعيف؟ لأننا نعلم أن الحج أصلا لا يتأتى بالسنة إلا مرة واحدة، لأن من أركان الحج الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع، ومعلوم أن اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لا يكون في السنة إلا مرة واحدة. فقياس العمرة على الحج لا يصح، قياس العمرة على الحج لا يصح، لأنه بالإمكان أن يأتي الإنسان العمرة مرة بعد مرة. فإذا استصحبنا حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب، علمنا أن القول بأن تكرار العمرة في العام الواحد لا حرج فيه. معنى تكرار العمرة في العام الواحد بمعنى أن الإنسان مثلا من المدينة يذهب إلى مكة يعتمر ثم يعود، ثم بعد شهرين ثلاثة أربعة يذهب ويعود. شخص في دبي ها هنا يذهب إلى العمرة مثلا في شهر محرم، ثم ذهب إلى عمرة أخرى في شهر جماد، ثم ذهب إلى عمرة أخرى في شهر رمضان. فعلى قول جماهير أهل العلم هذا لا حرج فيه البتة، والحديث يؤيده. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب. هذه مسألة. نأتي لمسألة أخرى. ما المسألة الأخرى؟ في السفر الواحد، سواء كان سفر حج أو سفر اعتمار، سفر حج أو سفر اعتمار، مثلا رجل مبارك من دبي خرج واعتمر وفرغ من عمرته، بعد أن فرغ من عمرته بدا له أن يعتمر، إما عن نفسه وإما عن غيره، إما عن نفسه وإما عن غيره، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ بعض العلماء يرى أن هذا مكروه ولا ينبغي، لأنه لا بد عندهم من إنشاء سفر جديد. وآخرون يرون أنه لا غضاضة في ذلك ولا حرج، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أم المؤمنين بأن تعتمر. قال الشافعي رحمه الله: ولم يكن ما بين عمرتيها إلا تسعة أيام، ولم يكن ما بين عمرتيها إلا تسعة أيام. وقد علمنا قطعا أن العمرة الثانية كانت في السفر نفسه، كانت في السفر نفسه، يعني لم تعد إلى المدينة وتحرم من المدينة رضي الله عنها وارضاها، وإنما خرجت إلى الحل ثم أحرمت منه بعمرة أخرى غير الأولى التي كانت في حجتها، وقد حجت قارنة. وقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن يرى هذا الرأي، ممن يرى بجواز تكرار العمرة، ويقول إن لم يكن في ذلك مظنة زحام شديد ولا أذى. يمكن أن نستخلص الآن في قضية تكرار العمرة، أن نقول رأينا فيها أن تكرار العمرة يجوز حتى في سفر واحد، لمن غلب على الظن أنه يشق عليه أن يأتي سفرة أخرى. فمثلا القادمون إلى العمرة من السعوديين أو من دول الخليج، فهؤلاء لا يوجد ما يعترضهم في الوصول إلى الحرم، بمعنى أن ما يعرف بالتأشيرات في عصرنا يسير في حقهم، إذ لا يوجد هذا الأمر. فهؤلاء الأكمل أن لا يكرروا العمرة. لكن من لا يستطيع أن يصل الديار المقدسة في كل آن وحين، إما لعائق مادي أو لعائق نظامي، إما لعائق مادي أو لعائق نظامي، فهؤلاء لا ينبغي الوقوف أمامهم وفتواهم بأنه لا يجوز لهم تكرار العمرة، فليأتوا وليكرروا العمرة، سواء كان عن أنفسهم أو كان عن والديهم أو عن أحد ممن توفى لهم، فهذا مشروع لعدم وجود الدليل الصريح المعارض لذلك. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، وإذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر في سفرتها تلك، كل ذلك دليل قوي على جواز أن يعتمروا وأن يكرروا العمرة، سواء كان عن أنفسهم أو كان عن غيرهم. هذا الذي ينبغي في ظننا أن يصار إليه في فتوى الناس في مسألة تكرار العمرة.
راعينا في الجواز فعل عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لها، ورأينا في عدم التكرار فعل الصحابة، فإن من كان مع عائشة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا، لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا. فجعلنا فعل الصحابة دليلا لقولنا في أن الإخوة السعوديين والإخوة الخليجيين هؤلاء الأكمل أن ينشئوا سفرا جديدا، وجعلنا فعل عائشة ترخيصا ودليل مشروعية لمن كان يشق عليه أن يكرر السفر إما لعائق مادي أو لعائق نظامي كما حررناه آنفا، والعلم عند الله. هذا التنعيم بعده بمسافة، وأنت متجه إلى المدينة واد آخر يقال له سرف على وزن كلمة كتف، واد يقال له سرف. ما علاقة سرف بحديثنا هذا ونحن نتحدث عن التنعيم؟ لأن التنعيم قلنا إنه موطن إحرام، والآن في التنعيم مسجد يعرف بمسجد عائشة، في التنعيم الآن مسجد يسمى مسجد عائشة، لدي في يعني قريب منه أعدت الدولة وفقها الله ما يعين الناس على الإحرام من ذلك من مسجد وما يتعلق به. قلنا بعده يأتي سرف. العلاقة بين سرف والتنعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهي آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم، أي لم يتزوج بعدها، سنة 7 في عمرة القضاء، العمرة المعروفة بعمرة القضاء التي كانت عوضا عن الحديبية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بنى بها في نفس المكان، ومن عجائب من لطف الله وقدره أن هذه المرأة المباركة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم توفيت في نفس المكان الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 51، وقبرت في سرف في نفس الموطن المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه. العلاقة الآن في قضية من محظورات الإحرام، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني إن كان امرأة لا ينكح وإن كان رجلا لا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث عمل به جمهور العلماء، لكن بعض العلماء مثل الحنيفية وأبي ثور رحمه الله كانوا يرون أنه يجوز للمحرم أن ينكح ويخطب مثله مثل غيره، ويحتجون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث يظن كثير من العلماء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم فيه، وقالوا إن ابن عباس كان سنه يوم ذاك صغيرا 10 سنين تقريبا، فقالوا إن اطلاعه على تفاصيل الأمر ليس بذاك. واحتجوا كذلك بأن أبا رافع أخبر أنه هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وأن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، والحديث عند الترمذي، لكن بعض أهل العلم يقول إن سنده ليس بذاك، لكنه يعني يؤيد عقليا في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، وكان العهد بينه وبين أهل مكة من قريش أن يبقى في مكة 3 أيام، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى من عمرته ثم بعد ذلك تزوج ميمونة بعد أن قضى من عمرته. والمسألة فيها خلاف معروف كما قلت، لكن المراد التنبيه على علاقة سرف بالتنعيم الذي هو أدنى الحل إلى مكة، وكلاهما سرف والتنعيم في طريق الذاهب من مكة إلى المدينة، أي أنهما يقع في شمال مكة، لأن مكة بالنسبة للمدينة تقع جنوبا. هذا كله الحديث عن حرمة مكة، يعني ما جعلنا التنعيم والحديث عن إلا طريق بابا للحديث عن حرمة بلد الله الحرام، كيف أن الله عظمه ولا يأتيه أحد إلا وقد أحرم قبل أن يصل إليه، إجلالا لهذا البيت الذي بناه ورفع قواعده خليل الله إبراهيم عليه السلام. ينبغي كذلك أن يعلم بقضية المواقيت، يأتي سؤال، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل الميقات أو لا يجوز؟ أكثر أهل العلم على أن الأكمل أن يحرم الإنسان من الميقات، ولا يسبق الإحرام الميقات، يعني لا يحرم من بيته. وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام بيته بجوار مسجده، قالوا لو كان الفضل قبل الميقات
لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم من بيته، لأن بيته في الحرم قطعا وبجوار مسجده الشريف، لكنه توخى عليه الصلاة والسلام أن يحرم من ذي الحليفة. أجاب أولئك القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات ويرونه أفضل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ربما حتى لا يريد أن يحرج أمته، وهذا مخرج حسن في تعليل القضية. لكنه يجاب عنه كذلك بأن الصحابة بعده، بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بسنته والمطلعون على فعله صلى الله عليه وسلم قريبون منه يعلمون الحكمة في الأخذ والترك، كلهم بعده أحرموا من الميقات في حجهم واعتمارهم، يحرمون من الميقات. ويروى أن رجلا أراد أن يحرم من الروضة، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الروضة، فاستشار الإمام مالك فنهاه وأمره أن يحرم من الميقات. وحجة مالك رحمه الله لو كان الإحرام من الروضة أكمل كما ظن هذا السائل لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فلما كان عليه الصلاة والسلام قد أحرم من ذي الحليفة دل على أن الإحرام الأكمل أن يكون من الميقات. من كانت دورهم، مساكنهم، مواطنهم ما بين مكة والميقات يحرمون من دورهم بقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومن كان محله دون ذلك من حيث أنشأ، أي من مكانه، يحرم كما هو صنيع أهله، كما هو صنيع أهل جدة وغيرها من الديار التي بين مكة والمدينة، أو بين مكة والجحفة، أو ما بين مكة وقرن المنازل، أو ما بين مكة ويلملم، أو ما بين مكة وذات عرق. كل هؤلاء نلحظ في المواقيت أن أبعدها عن مكة ذو الحليفة، وفي الدائرة الوسطى يأتي الجحفة، ثم قرن المنازل وذات عرق ويلملم متقاربة في البعد عن مكة، وكأنها دوائر: الدائرة الأكبر دائرة ذو الحليفة، ثم دائرة الجحفة، ثم دائرة المواقيت المتبقية، ثم يأتي الحرم. ولا يقال حرم إلا لمكة والمدينة، ولا يقال حرم إلا لمكة والمدينة، واختلف في وادي وج، والصواب أنه غير حرم إن شاء الله. نبقى في مسألة تعظيم مكة التي هي من أجلها شرعت المواقيت. الحرمان المكي والمدني يتفاضلان، وأحيانا في أمور يرجح الحرم المكي كما في حديث تضعيف الصلاة، وأحيانا يرجح الحرم المدني كما في منعه من دخول الدجال، وأحيانا تفضل يأتي الخطاب لأهل المدينة دون أهل مكة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي. وليس المراد التفضيل، لكن المراد الاطلاع على حقيقة ما يمكن أن يقال علميا تاريخيا عن هذين البلدين الطاهرين اللذين حرمهما الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان التنعيم موطن إحرام لمكة، فبدهي جدا أن يخرج المكيون إلى التنعيم يحرمون منه كثيرا. لذلك عندما كنا النساء يخرجن من التنعيم إلى مكة ربما يتعرضن أحيانا لبعض الشعراء يتحدثن عنهن، وقد ذكر هذا أكثر من شاعر، بعضها ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة، بعضها ينسب إلى النميري، بعضه الأبيات تنسب إلى غيرهما. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده، أعان الله على قوله، والعلم عند الله. تحدثنا فيه عن التنعيم وما يتعلق حوله. نفي الآن إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إليكم للإجابة عن أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا عود على ما نحن فيه من الخير. قد جرت مسلكنا في هذا البرنامج أن نجعل الجزء الثاني للإجابة عن أسئلتكم. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله يا شيخ. الله يطول عمرك. الحين ما هو حكم الصيام للمريض اللي في مرض، يعني شيء مرض ماذا؟ مرض يعني السرطان. نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. آمين يا رب العالمين. ويا شيخ إذا قدرت تفسر لي
الحلم إذا لا لست من أصحاب تأويل الرؤى، لكن نبقى على السؤال الأول. طيب المرض رخص الله عز وجل فيه، ما جزاء يعني؟ هو مثلا المرض يروح ويجي يروح ويجي. ماذا قال الطبيب؟ قال هو جاء قبل سنتين وبعدين رجع له من جديد عذاب دائم متعذب، وش يسوي طيب؟ إذا كان كذلك الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم. نعم الأخت شيخة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ عندي لو سمحت سؤالين. نعم. السؤال الأول أبغى تفسير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نعم. خالدين فيها ما ذهبت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نعم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم. هل هم خالدين فيها إلى ما دامت السماوات والأرض إلى يعني إلى متى؟ أي واضح واضح السؤال، أبشري. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة بعد الوضوء مباشرة دائما؟ هل لو كان الوضوء في وقت نهي قبل المغرب مثلا؟ نعم. قبل الزوال. نعم. هل يجوز صلاة الركعتين؟ بالنسبة للسؤال الأول يا أخت شيخة، الله عز وجل قال فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زهير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال مثل هذا في أهل الطاعات أهل السعادة، قال عطاء غير مجدود. واختلف العلماء في هذا الاستثناء على ثمانية أقوال ذكرها أبو العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الاستثناء هنا فقط لبيان القدرة، فقط لبيان القدرة، والمعنى أن أهل النار عاذنا الله وإياك ومن يرانا مع منها خالدين فيها أبد الآبدين. قال الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فيحمل محكم الكتاب محكم القرآن على المتشابه، ولا يصح رد المتشابه برد المحكم بالمتشابه، هذا واحد. الأمر الثاني حكم الصلاة بعد الوضوء، ورد في حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي، ولعل هذا محمول في غير أوقات النهي. لكن بعض العلماء وهذا قول الشافعية يرون أن سنة الوضوء يجوز أن تكون في وقت النهي، يرون أن سنة الوضوء يجوز أن تكون في وقت النهي، يقولون إنها صلاة ذات سبب، وبعض علمائنا المعاصرين يرى هذا. لكن حين الزوال، حين تتوسط الشمس كبد السماء، أو حين تحين ساعة الغروب، أو حين تحين ساعة الإشراق، فهذه ثلاث ساعات مغلظات النهي فيهن، لا يجوز بأي حال الصلاة فيها. الأخت أم أحمد من فرنسا. الأخت أم أحمد من فرنسا. وين؟ تفضلي ولعلك تجعلين التلفاز قاصر الصوت. الو. ايوه نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. صحة رمضانكم. سؤالي اني العادة الشهرية في الحقيقة تكون قد جاءتني في اول رمضان. نعم. واليوم أنا في حالة في أسيل وبالدم. في ماذا؟ استفسر هل أصوم أكمل صومي وأعيد الصوم ماذا أفعل؟ كم جرت عدة أيامك عادة؟ العادة يومين. العادة الدورة كم تأخذ معك؟ لو قطعتم الصوت وأنا أجيب. العادة الشهرية كم تأخذ معك يا أم أحمد؟ طيب الأصل أن المرأة تعرف كم مدة أيامها التي تأتيها فيها دم الحيض، ثم إذا رأت دما بعد ذلك تنظر فيه، فإن كان ما زال مثل لون الدم الذي تعرفه من حيضها فالأصل أنه يلحق به. أما إذا رأت أن هناك تغيرا في لونه وما يتعلق به وعلمت أن هذا غير دم الحيض فهذا لا تجري عليه أحكام دم الحيض، بإمكانها أن تصلي وتصوم. الأخ سعد من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا
جزاك الله خير يا شيخ. آمين. ألو. أيوة نعم أسمعك يا سعد تفضل. نعم شيخي عندي سؤالين وملاحظة. السؤال الأول الإبرة والعندك يعني المغذي يعني يبطل يعني الصيام ولا ما يبطل؟ نعم إذا كان مغذيا يبطل اسمه مغذي. والإبرة؟ الإبرة تختلف إن كانت غير مغذية لا حرج. لا حرج. سؤالي الآخر شيخ في حال الأموات يعني لما يعني يموت عند أحد من الأقارب يموت عندهم واحد فكيف نسوي مثلا الشيء الملتزمين فيه عن يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كفاتحة كروع عليهم مثلا يعني عندك العزاء مثلا يعني كم يوم مثلا في عزاء ما في عزاء أريد شيء يعني ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن يعني أصحاب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم أنه إذا مات يعزى وقال في حديث آخر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم وجرت عادة المسلمين أنهم يجعلون مواطن العزاء ثلاثة أيام وثلاثة أيام دل عليه الشرع من وجوه كثيرة من يعني تكرر كلمة فعل ثلاثة أيام في العرف في كل شيء ثلاثة أيام من وعدا غير مكذوب صيام ثلاثة أيام من كل شهر المقصود من حيث الجملة الإنسان يعزي إذا كان قد شهد الدفن في المقبرة يكتفي بهذا وأما أهل الميت لو أتاهم الناس في مكانهم في أوقات مخصوصة في ضمن الثلاثة أيام هذه فلا يوجد ما يمنع ذلك شرعا لأنه لا بد للناس أن يطبقوا السنة ويعزوا ولا لم يكن والناس اليوم ليسوا كما كانوا في السابق قلة ممكن اجتماعهم في قبر اجتماعهم في مقبرة اجتماعهم في موطن واحد حتى يسمع الإنسان ثم يأتي هذا يأتي من بعيد هذا يأتي من قريب الأمر يعني لا يتوسع فيه كما يقع من بعض الأسر ولا يضيق فيه كما يرى بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم أعطيني الملحظ من ليبيا تفضل الأخ مؤمن تفضل السلام عليكم كم السلام حياك الله مرحبا تفضل يا أخ مؤمن أنا عندي البراز البراز البول نعم يا شيخ تفضل يا شيخ قلت لك البراز والبول بتاع القط هل هو نجس نعم 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 هو كذلك أعطونا سؤال آخر الأخ محسن من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك يا شيخ أنا قبل شوي تكلمت أنت بخصوص تكرار العمرة في, نعم. في, في وقت واحد نعم تفضل أين السؤال يا أخ محسن السؤال الله يسلمك هل في العمرة الثانية يحتاج إلى خروج إلى الحل أي نعم وهذا السؤال هو هذا كان الشرح لابد في العمرة الثانية أن يخرج إلى الحل إلى مسجد عائشة أو إلى غيره من الحل فيحرم من هناك جزاك الله خير شكرا يا أخ محسن تفضل من موريتانيا مختار تفضل يا شيخ مختار شكرا نعم نعم السلام عليك عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيخ مغامسي كيف حالك بخير وعافية حياك الله اسأل يا شيخ مختار والله يشرفنا نتكلم معاك يا أخي الله يغفر لك هذا والله من أدبك وعلمك وفضلك حياك الله الحمد لله بارك الله فيك فقط نريد أن نسلم عليك وتطلب من الله تعالى توفيق في الدنيا والآخرة اللهم ورحمة الوالدين أنا والله أود وأرغب أن يتيسر لي أن أزور موريتانيا بلد العلم والعلماء لعل الله أن يكتبها لي في القريب العاجل وجل أشياخي إن شاء الله من موريتانيا ولله الحمد مرحبا بك مرحبا حياك الله شيخ مختار تشرفنا والله حياكم الله يا هلا فقط ادعوا لاختي مريضه ولاهلي وكل شيء كل المسلمين ان شاء الله اللهم ارفع عنها الباس واشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين نعم الاخ عبد الله من دبي الو السلام عليكم السلام ورحمه الله بارك عليكم الشيخ وعليكم حياكم الله شرف انه نحكي معك الحمد لله الله اكرمنا الله يحييك نتكلم معك
تفضل تفضل يا أخي عبد الله. الله يزيد فضلك. عندي سؤالين أنا. السؤال الأول بشان زكاة الفطر. نعم. هلا إحنا عندنا شركة هون بدبي، بس الناتج يعني المدخول تبعها مو محدد. زكاة الفطر، زكاة الفطر ما علاقتها بالشركة؟ المال الموجود فيها مو محدد. فناس عم تقول إنه لازم أنت تطلع زكاة فطر يعني على المال هذا اللي موجود بالشركة يعني. أنا مو زكاة فطر، زكاة مال. مو زكاة، عفوا، زكاة مال تتكلم أنت، مو زكاة فطر. مال، زكاة المال. أي نعم، زكاة الفطر ليس لها علاقة بالشركة. زكاة المال. نعم. زكاة المال إذا أنت لك أسهم في الشركة تسأل الشركة هل أنتم تخرجون الزكاة أم لا تخرجوها؟ فإن قالوا نخرجها برئت الذمة ولا يلزمك شيء، وإن قالوا لا نخرجها يلزمك أن تعلم سعر أسهمك يوم إخراجك للزكاة ثم تزكي ربع العشر في كل 1025 درهما. هي لأنه بس أنا والوالد. أي أنت لوحدك والوالد لوحده. بس لا أنا ويا شغل يعني نشتغل فيها يعني المال واحد والدخل واحد والمصروف واحد يعني. تتكلم عن شركة خاصة أنت ولا شركة عامة؟ أي شركة خاصة. أي أنت ووالدك لديكما شركة. أيوة. أي هذه الشركة تقوم. أنتم مثلا أنا لا أدري ما هي شركة ماذا، نفرض أنها شركة نقل شحن، شركة شحن دخلها مو محدد بالسنة يعني، يعني مثلا بالشهر هذا طلعنا 10,000، في الشهر الجاي مثلا 5,000 أو أكثر، وهذه يعني ما تكون محدد. يا أخي عبد الله ما تجدونه من ريع يعني مكسب، هل يودع ولا ينفق؟ ينفق ولا يبقى منه شيء؟ يعني شوي بيظل منه، لأنه إحنا 3 بيوت هنا ما شاء الله في الدولة، تعرف إيجارات ومصروف مدارس وكذا وكذا، يعني ما يظل منه إلا وقليل يعني. هذا الموجود الذي يزكى المال الذي أودعتموه. إيه. المال مثلا كان جنيكم هذا العام مثلا نفرض 500,000 درهم، نفرض أنفقتم منها 300. أنفقتموها على أهليكم، على أبنائكم، على بناتكم، على زواركم، بقيت 200، ال200 هذه إذا حال عليها الحول هي التي تزكى. أيوة. نعم هكذا. ما يزكى على المجموع المبلغ اللي. لا لا لا. يزكى ما بقي. ما ينصرف كل. أما ما أنفق لا يزكى، ما حال عليه الحول. سؤال آخر عبد الله. السؤال الثاني هو مو سؤال، أتمنى إنه تدعي لأهلنا بسوريا الشهر الفضيل. كل المسلمين في دبي وفي جميع ديار المسلمين يحملون من العاطفة الكبرى لما يحصل للمسلمين في سوريا وفي غيرها، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الغم والبلاء والفتن التي فيها أمة الإسلام كلها. الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة السلام الله. عليكم. حياك الله يا هلا. شيخ لي 3 أيتام، أنا أرملة ولدي 3 أيتام. نعم. ومنه من بينهم ابني معاق. أي. وبعض الناس يتصدقون علي بالمال دون أن يعني نطلبهم ولا، فهل هذا المال يجوز لي أن أتقبله؟ نعم يجوز يا أختي الكريمة. أي مال يأتيك من غير أن تطلبيه؟ يأتيني يعني من لا 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 أطلبه ولا. نعم. أي مال؟ أي اسمعيني حبيبي. من بعض الناس يتصدقونه علي. اسمعيني يا أم عبد الرحمن، أي مال عينا أو نقدا يأتيك من غير استشراف نفس. نقدا. أنا أقول نقدا أو غير نقد، أي مال يأتيك من غير طلب خذيه لا تترددي، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فأي مال أتاك من غير استشراف نفس فخذه، وأما غير ذلك فلا تعلق به نفسك. فما يأتيك عطية، هبة، صدقة من الناس، من أغنياء، من أثرياء، من جيران، من أحد علم بحالك، خذيه ولا تترددي. الأخ علي من الكويت، تفضل يا أبا حسن. يا أخ علي كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. شيخ عندي سؤال الله يعطيك العافية. تفضل. سويت حادث هنا وتوفى الشخص زي من غير قصد والأهل متنازلين، هل علي صوم شهرين؟ الحادث كيف كان؟ الحادث كان في الليل،
شخص لا لا أقصد دهست أم كان معك؟ لا لا دهس. دهس هذا قتل خطأ ويلزمك صيام الشهرين حتى لو تنازلوا عن الدية، حتى لو دفعت الدية صيام الشهرين حق لله، والدية حق لأولياء الدم، فحق لأولياء الدم تنازلوا لم يتنازلوا هذا شيء بينك وبينهم، حق الله صيام الشهرين لا بد من صيام الشهرين. أعانك الله عليها. أعانك الله فيك. أعانك الله. بارك الله فيك. آمين. الله يجزاك خير. أبو عبد الرحمن من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا قبل سنة اقترض مني شخص 15,000 درهم. نعم. ولكن عجز يعني، وكان المفروض أنه في خلال شهر يسدد المبلغ، فعجز عن تسديد المبلغ، هل أعتبر له زكاة مال؟ ليس فيه زكاة، إذا رده إليك ولو بعد حين زكه لسنة واحدة. لا هو يعني ليس لديه ما يعني ما يسدد. نحن نقول إذا رده إليك وإذا اعتبرت زكاة له يعني أسامح. لا 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 تعتبره زكاة له. طيب بالنسبة لقراءة، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لقراءة القرآن، أنا لا أتدبر القرآن إلا إذا قرأته بالنظر يعني وأتدبره، ما يعني ما أتلفظ فيه يعني، أبغي أفتح. أنت اجمع بين الأمرين، اقرأه قراءة تلاوة تكسب فيها أجر، ثم جد من وقتك وقتا وانظر فيه، تأمله من غير قراءة، تدبر فيه، هذا شيء جيد وحسن وشغل بطاعة الله، لا تلام فيه ولا تعاتب بل تؤجر. يعني يمكن يا أخي الكريم الجمع بين الأمرين، لا تعارض. أخت أم عبد النور من فرنسا. السلام عليكم شيخي. السلام ورحمة الله. شيخي عندي سؤالين. السؤال الأول أنه يعني أنا حلفت يعني في لحظة غضب أني لا أكل من اللحم ولا الشيء اللي يجيبه جوزي من يعني فلوسه هو يعني من ماله حر يعني. أي واضح. لكن يعني كل اللي في البيت يعني هو من مالي ومال الأولاد يعني، لكن اللحم مثلا من ماله هو يعني، هل يجوز أن أكل الأكل الذي يعني استعملته؟ يا أختي أم عبد النور، أنت تقولين حلفت في ساعة غضب، وهذا يدل على أنك تريدين شيئا تكرهينه. على العموم كفري عن يمينك وكلي مما أتى به زوجك من لحم أو من غيره، هذا من المودة والمحبة والألفة بينكما، لا يصلح أن يأتي أحدكما بطعام والآخر يأبى أن يأكل منه، هذا صعب أن يطلق عليه اسم حياة سوية. فأنت كفري إطعام 6 مساكين، أطعمي 10 مساكين، ثم بعد ذلك عودي وكلي مما يأتي به زوجك من طعام. سؤال آخر يا أم عبد النور. أبو عامر من السعودية. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. استفسار الشيخ عن الوصية. نعم. هل يجوز الشيخ من يوصي يعني الناس أحياء يعني عنده زوجتين، يوصي لزوجة بنص المال والأخرى أولادها بنص المال يعني البيت يقسم بينهم بالتساوي؟ لا وصية لوارث، والزوجة والأولاد من الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا يجوز أن توصي لزوجتيك ولا لأبنائك ولا لبناتك، وإنما المال يقسم كما قسمه الله. الله جل وعلا جعل للزوجتين كليهما الثمن، وجعل إن كان الوالدان أحياء لهم نصيب، والباقي لأولادك وبناتك للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تفتح نفسك باب بهذه الطريقة في التفريق بين أبنائك وبين زوجتك. الله يبارك. آمين. أم عمر من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من فضلك شيخنا بغيت أسأل سؤالين. الأول، هل يجوز لي وأنا صايمة أذوق الطعام وأنا أطبخ؟ إذا تستطيعين بمهارتك أن لا يصل إلى جوفك لا حرج. إذا كان التذوق على طرف لسانك، بمعنى لا يصل شيء إلى الجوف. لا إن شاء الله لا. إذا ما يصل إن شاء الله لا حرج، بس لا يعني في بعض الأحوال التي تحتاج إلى أن تتذوق الطعام، يعني ليس من المعقول أن تمر على الأصناف كلها، لكن بعض الأحوال تحتاج، بعض الأحوال لا تحتاج. شكرا. شكرا. السؤال الثاني لو سمحت. نعم.
عندي شقة مأجرتها في باريس، بس مأجرتها بالرخيص الله يسلمك. هي تقريبا يعني هي سوالها بالشهر حوالي 1000 يورو. أنا مأجرت لها وحدة شوية حالتها تعبانة وتاخذ مساعدة من الدولة ب500 يورو. أقدر أنوي أنه هاي الخمسمية اللي هي ما تقدر تدفع ليها، أقدر أعتبرها مثلا زكاة من الزكاة، أو مثلا من أرض أجي أبيعها للشقة، أقدر أعتبر أنه هذه الزكاة منها مال سنة كاملة؟ لا 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 يصح، لا يصح، لا يصح أبدا. تجوز كصدقة نية أنك تقولين صدقة عامة، الأصل أنها 1000 يورو هذا قوامها في السوق، لكنني أعطيتك إياها ب500 وتقولين في نفسك اللهم أنني جعلت 500 الباقية صدقة مني عليها من أجلك، هذا جائز كصدقة. أما زكاة تحسب من المال الذي أوجب الله عليه الزكاة، أوجب الله عليك أن تزكي من مالك، ليس هذا منه البتة. نعم نعم، شكرا جزيلا. شكرا, شكرا يا أختي. تفضل يا أم أحمد من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك تفضلي. العفو، أحب أسأل عن زكاة الواقعة على الذهب، وهل يوجد فرق بين الذهب إذا كان للبس أو الذهب للخزن؟ الذهب يا أختاه على ضربين، ضرب تستعمله المرأة كثيرا أو أكثر العام أو حتى في مواطن الخروج، فهذا فيه خلاف بين العلماء هل فيه زكاة أو لا، ونحن نرجح أنه لا زكاة فيه. ذهب آخر يأخذه الإنسان فيودعه إما في بيته أو في بنك لتقلبات الدهر وحوالك الأيام، فهذا يجب فيه الزكاة إجماعا. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ومن أدى زكاة ماله فليس ذلك بكنز. نعم. الأخ خليل من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا الشيخ خليل كويتي من العراق. نعم. الشيخ خليل كويتي من العراق. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ خليل، هات ما عندك. الله يتقبل. الله يتقبل الطعام شيخ العزيز. الله يحييك يا أخي. يشهد الله وأنا في رمضان أحبك في الله. أحبك الله وأجلك ورفع عنكم الضر واللأواء والبأساء. ولا يريد إلا السلام عليك وتدعو لنا بالخير أيها الشيخ الكريم. الله يكتب لك الخير حيثما حللت وأينما نزلت. أسأل الله أن يمتعك متاع الصالحين ويشكر لك ودك وفضلك يا أخي. الله يحفظك، الله يحفظك شيخي. آمين. الله يحفظك. آمين، حياك الله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سالم من العين. كأن الأخ سالم حيل بيننا وبينه هاتفيا، وإن شاء الله يغنمنا الله وإياه السلامة. الأخ علي من ليبيا. خير الشيخ، كيف الحال؟ تفضل يا أخ علي، أبدلنا الله بسالم من علوة. نعم. سمحيكم. حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بنسأل التأمين الصحي، نخدم في شركة الكهرباء وعطينا تأمين صحي. تأمين صحي. تأمين صحي على الحياة أو على الأمراض؟ على الأمراض. يتردد بعض العلماء فيه ما بين القول بالجواز والقول بالمنع، وإن شاء الله تعالى لا حرج فيه. الأخت أم أيمن من فرنسا. السلام عليكم شيخي. السلام، حياك الله أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شيخي عندي سؤالين. السؤال الأول شيخي، جوزي دايما يعني بيهددني بالطلاق، بيقول لي أنا لو طلقتك أنا هاني، أنا عايش يعني ما فيش مشاكل، ويعني رغم طلبت الطلاق منه لكن لا يريد يطلقني، بيقول لي من أجل الأولاد ما طلقك. يعني أنا مو فاهمة يعني هو أنت اسأل الله أن يصلح يعني شو العمل.
عنك الله. يعني أنا لا أستطيع أن أدخل في قضية بين اثنين لأني لا أعلم رأي زوجك، لكنني أقول اسأل الله أن يصلح زوجك لك كما هو ينبغي عليه أن يسأل الله أن يصلحك له. نسأل الله أن يوفقكم جميعا لكل خير، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والعفو والعافية، وأن يختم لنا جل وعلا بكل خير في سائر أمرنا في رمضان وفي غيره، وأن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.